أنا بصراحة ما كنتش عارف إنه تم تصوير محمد في المستشفى. إيش صار معك يا عم؟ إيش صار؟ كنت نايم وصار قصف؟ أنا أول ما شفت الفيديو ما قدرتش أنا أشوفه، كل ما بدي أفتح فيديو ثانية سنتين أقعد أعيط. خافش خلص أنا معك ماشي؟ خلص خلص أنت بابا لا إيش فيه؟ تحية لما نودوك وين ودوك؟ مستشفى. ليش اخذوك على المستشفى؟ شو كان كلك ايش؟ غبرة. من ايش الغبرة؟ من دار. ايش صار في الدار؟ قصفوها. مين قصفها؟ الهول. وين ركبوك؟ على الاسعاف. شو شفت في الاسعاف؟ واحد ميت. كانت الضربة قوية كتير، قدرت إن ألملم صغاري، فقدت محمد. وين محمد؟ وين محمد؟ قعدت ساعة إلا ربع بدور على محمد في بيوت الجيران المجاورة، اضطريت إن أروح إجراءي على المستشفى. أنا لما شفته بهذه الحالة عن جد كنت عاجز، ما قدرتش أعمل له إشي، حضنته وبكيت أنا وياه. بس كبيرة، بس كبيرة كبيرة. اليوم وضعه وحياته تغيرت، محمد صار عدواني كثير كثير بخاف، بعدين صار معاه تشنجات عصبيه من الحاله اللي مر فيها، لما يسمع صوت الطياره بلبت تحت الفراش وبخبط في وجهه وقد بخبط راسه في الحيط، انا عرضته على دكاتره قالوا هذا حاله نفسيه بمر في تشنجات عصبيه شديده، واحنا ان شاء الله نقدر نساعدك ونكتب لك تقرير انك تعالجه في الخارج. بدك يا محمد؟ نكف الطيارة عشان فرقت أتعالج. أكثر إشي بتمنى إنه ابني يسافر، تلقى العلاج، تلقى الرعاية، لأنه أنا عن جد كل يوم لما بشوف حالته أنا بموت كل يوم أنا وأمه.